منتظر منه كأخلاقيا يعني. في فعل احنا في القانون يعني او احنا من خلال عملنا في القانون بنقول في افعال بتتم بجانب ايجابي وافعال بتتم بجانب سلبي. يعني هل متصور الاعتداء على الزوجه بشكل سلبي في ان هو يكون الزوج مثلا مدمن للعاده السريه ويجي بعد الزواج هو مش عارف يقيم علاقه كامله الا بممارسه العاده السريه في وجود زوجته، هل ده بيعتبر فعل سلبي ان هو تاركها تتالم في الحاله دي وبيمارس العادة السرية كإدمانا لما قبل الزواج، هل ده بيعتبر من قبيل الاعتداء الجنسي على لا هو من قبيل الظلم البين. يعني هو دلوقتي بالضبط كأنك مفروض أنك أنت هي مثلا زوجة دي في رقبة الزوج، في ناس كتير برضو ما يعرفوش كده، هي دي في رقبته وهي دي غريزة عندها وعندها الاحتياجات دي، فهو لو بيحرمها من هذه الاحتياجات وبيضعها في أي ممارسات أخرى هي ده ظلم بين، والظلم ظلمات. يعني مفيش حاجة، مفيش جريمة أوحش من الظلم في الدنيا يعني طبعا. فزي بالظبط مثلا ما المفروض حضرتك تجيب أكل لأولادك، فأنتوا هم قاعدين أهو جعانين، بدل ما تحط لهم الأكل تقوم إيه رميه في الزبالة. طب مش إحنا أولى؟ وسبتهم جعانين وفي الآخر طب ما أنا اشتريت أكل. أيوة أنت اشتريت أكل بس أنت اللي رميته، طب والناس دي إيه؟ فطبعا ده ظلم بين صح. فلما هو يحرمها من ده يبقى هو بيطعنها بسكينة تلمة، مش بس في الناحية الصحية أو الناحية العضوية، لا كمان في الناحية النفسية. يعني هي كل امرأة لابد أنها تشعر أنها تاج على رأس زوجها، تاج على رأس أسرتها، لابد أنها تشعر أنها ملكة متوجة في هذه المملكة الصغيرة، فهي ما بتحسش بكده فبتبتدي بقى تتحطم نفسيا، تفقد ثقتها في نفسها. ولو اتكلمنا بقى وبدلنا الكراسي، اولا عشان برضو تبي فير يعني عشان نبقى برضو واقعيين على ارض الواقع، هو الموضوع عند الراجل بنسبه اكتر من 90%. هو الراجل على طول كل حاجه عنده بنسبه كبيره كده. ما هو طب ما هو لو بيعمل اللي عليه حضرتك ما كناش اتكلمنا. خليه ساكته بقى. يعني لا انا اقصد لو الست برضو كانت مدمنه للعاده السريه فيما قبل الزواج وبعد الزواج ما بقول لحضرتك هي الكلام ده بنسبه ما يزيدش عن 10% لسبب علمي، إنه الجنس عند المرأة هو يعني أكتر من 3/4 في عقلها يعني أو في نفسيتها هي عاطفة. فلما بتلاقي واحد هي بتحبه بتبقى مش عايز تعمل أي حاجة غير أنها تعمل ده معاه هو، علشان العاطفة هي اللي بتحكمه. لكن عند الراجل، وده كلام علمي برضو مش والله العظيم مش انحياز ولا حاجة، أنا دايما بقول أنا على هذا الكرسي قاضي، سواء هنا سواء في العياده، طالما ان انا اتحطيت في موقف العالم يبقى انا لازم ابقى قاضي يعني، فما ينفعش لا انحاز لهنا ولا انحاز لهنا.